مؤسسه شروق تاسست سنه 2012 بمبادره من مجموعه من اللاجئين الفلسطينيين في المخيم من اجل التاثير على المجتمعات محليا ودوليا من اجل مناصره قضيه اللاجئين. تندرج تحتها عدة أنشطة مثل الدبكة اللي هو الفن الفلسطيني وبرنامج الهيب هوب أو الراب للفتيات وعدة برامج أخرى مختلفة مثل المخيمات الصيفية، الفعاليات، النكبة، يوم الأرض. كل هاي الأنشطة بتهدف لتعزيز صوت أو إيصال صوت الشباب إلى المنابر الدولية للتعبير عن آرائهم وحقوقهم مثل حق العودة، مثل حق التعبير، مثل حق الحياة الكريمة والعيش. أنا اسمي دالة ناصر رمضان، عمري 14 سنة، من مخيم دهيشة. أول ما فتحت مؤسسة شروق من خلال مجالاتها طبعاً الفرقة الفنية، أنا كفتاة فلسطينية حامل قضية حابة أوصلها من خلال دبكة شروق إلى العالم. بشرنا الحصيدي ولد راس من الخوف شردوا الناس وقالوا يا بنرجع يما وصدقنا دول الأنجاز قالوا يا بنرجع يما وصدقنا دول. اسمي نادين عودة من مخيم دهيشة، بغني راب في شروق. حلمي أصير طبيبة تغلب على المصيبة اللي حطيت فيها مكان ما في مكان للألعاب أو فرصة. إحنا أول إشي كنا 12 بنات، بس صفينا 9 بنات لأنه مش كل المجتمع متقبل إنه البنت تغني راب. بس مؤسسة شروق وفرت لنا المكان، وفرت لنا الفعاليات إنه نشارك فيها والمساحة. قبل فترة طلعت أنا وكمان بنتين على أمريكا، كان في مهرجان طلعنا غنينا فيه وكان مسرح عالمي. مركز الإعلامي بنركز على التدريب والإنتاج، عندنا استوديو تسجيل وراديو اونلاين وانتاج فيديو. يو شلوها من هاتك بس يوم انا عدت المنات انا جادي راحت ابرش ايامها راحت من مزرعة ومن تل العصور العام تحكي البيضر للغلب كل سنة بكون في دورات صوت، دورات فيديو، وحالياً عنا دورة بعنوان أصواتنا ونستهدف عدة فئات ليأخذوا دورة مكثفة عن صورة نمطية حول قضايا اللاجئين وكيف يكونوا جزء منها إعلامياً من خلال السوشيال ميديا أو برامج الراديو. عمري 17 سنة، أنا من أعضاء مؤسسة شروق، بجي هان بتدرب في دورة الصحافة والإعلام كهواية أول إشي. ثاني إشي إن هذا الإشي ممكن يساعدني في دراستي مستقبلا. المركز الإعلامي لشروق هو اللي بيفتح لنا المجال إن ننمي هاي القدرات هاي الخبرات، ممكن إن كمان تفتح لنا مجال مستقبل مجال شغل. برنامج الدعم القانوني والاجتماعي للأطفال على تماس مع القانون، يعني سواء كان طفل مدعي أو شاهد أو متهم على تماس مع القانون عند محاكم السلطة الفلسطينية، تقوم مؤسسة شروق على تقديم الخدمة القانونية والاجتماعية لهؤلاء الأطفال. وأيضا برنامج الدعم النفسي والاجتماعي من خلال عملية تقييم نفسي للأطفال وتخفيف حدة الضغوطات النفسية التي يمر بها الطفل.